شو اخبارك؟ والله الحمد لله. تشلون؟ شو اخبارك؟ ذبحتيني ببغداد شهرين ادور عليك ماكو. لا جاي لسليمانيه. وين بسليمانيه؟ 16 سنه صار لي هنا. ايش عندك ببغداد تدور علي؟ مهم رحت ببغداد لان شاعر. يدور علي يقرا شعر. يا عمري تعال اقرا لي. بس لازم شنو؟ شوف انا هسه شوي صحتي مو تمام. على رايي. اوكي شو اريد منك؟ اريد شعري. خليني اقول الله. عمري عمري. انت بعد حر انت وشعرك. اوكي تحبي غزل لا تحبي اللي انت تفرد بيه عضلاتك على الساحه الشعريه. على الساحه الشعريه. هاي اخر رساله اقراها وروح. جبت عمري تاني بيك وقلبي نوح. الجني اخر رساله ومن وراها وروح. جبت عمري اقراها وروح. اقراها وروح. جبت عمري تاني بيك وقلبي نوح. الجنية تبع عشرته غير الجروح. مثل جندي راجع بعد سنين وأول ما وصل بيته ما لقى أحد وقلبه مجروح. أمه خسرت ولدها وبقت تلطم وتنوح. خلصت عمري بمحطة قطار والناس تجي وتروح وتمشي. ما بقى شي بالعين خلص حتى رمشي. خلص بقى شي بالعين خلص حتى رمشي. أنا جروحي وين أضمهن؟ جروحي كثرا وين أضمهن؟ ما عندي واحد وأشكي. خلصن رجلي بين اهلي القبور. خلصن رجلي بين اهلي القبور وما ظل شي. ان شاء الله هاي الايام الاخيره وعدي. تغيرت كل الناس وبقيت محافظ على وعدي. وهاي اخر رساله اقراها وروح امشي. سلامتكم. الله يسلمك. زين ليش هيك شعرك حزين هواي؟ والله المفارق يحزن. ايش قد انت تكتب شعر؟ والله صار لي من 2000 من طلعت من بغداد يعني 2021 تأذيت من بغداد. فبوقتها قلبك يعني تأذى من بغداد؟ فإي بغداد جرحت قلبك؟ بغداد و... لبغداد. لبغداد هي. شوف هي بغداد شو مسوية غير لبغداد؟ مو هي بغداد ولبغداد؟ هذا علي ايش حالاتها؟ كانها وردة مفتحة بس غير لبغداد يوجعون القلب؟ شو السبب؟ بس يعني تأذيت من بغداد فكتبت بغدادي. كتبت بغداد يعني قصدت فيها اثنين. فأنا قلبي أنا قلبي صاير مداس وتيهت بين زحمة الناس. حبك ألم كان يدق بالراس. عايش حياتي كلها وحدي صرت مثل غرقان ببحر أريد بس أطلع آخذ أنفاس. وحالي حال شجرة منها صنعوا الفاس وبلحظة بتروع روقها من الأساس. هسه شفتوا هذا الصاير بحالي من إعزاز بالوجه مساكين وبالظهر إكزاز. سلامتكم. حياك الله نورتنا. الله يسلمك. الله يحفظك. الله ممنون من عندك. كل الهلا بيك. مع السلامة. الله يسلمك.